قاعد بالخمسه صليت وهاي وكريت وبعدين نطلع من الاثنين. قولوا لي وين اول شيء لعبتكم يا ولد؟ باكر ويا 4 صعب 6 مباريات. طبعا سيادتك وزير احنا اليوم جمهور الشباب. طبعا وين اللعبه؟ 40 هاي كمل تروحون ما تفكرون تعال ما تروحون بدون تسجيل زين بس لا ان شاء الله وصلنا ان شاء الله انا منطقي انا منطقي اوكي ان شاء الله خطا صار في السابق خلاص احنا رياضيين في الامر زين قولوا لي موضوع النادي والمنشآت انا اتكلم ويا معالي وزير الداخليه قبل يوم يوم الخميس يوم الخميس تكلمت وياه ان شاء الله هالاسبوع نبحث الامر عنها ان شاء الله ما يصير غير خير سياده الوزير احنا اليوم جايين مناشده اخويه لك احنا نعتبرك تكمل بك قبل ما تصير مسؤول انت من وسطنا الرياضي من عندنا وبينا احنا جمهور الشرطه احنا جمهور الشرطه تعرف يعني ما اريد نمدح بنفسنا جمهور حضاري فريقنا يعني مو فريق عادي فريق من الفرق الكبار اللي بالدوري متاسس من 1932 مو نادي صار لنا 10 سنين يا سياده الوزير متفلش ملعبنا وما حد جاي يوقف ويانا ويسوي لنا حاجه هو مو واحد يوقف هو اكو كانت مشكله اكو تلكو بس ما اكو حد مشكله ان شاء الله اريدها من يمك اريدها من شغله اني اوعدكم انه وزير الداخليه رجل حديث جدا وتكلمت انا وياه في اكثر من مره حول هذا الموضوع ويوم الخميس كان كلام بيني وبين ايضا حول الملعب حول المنشآت الرياضيه انا اعتقد هالاسبوع هذا ان شاء الله يكون لقاء بيني وبينه وراح انقل هذا بكل امانه طلبات طلبكم هذا ومتاكد اني مثل ما انتم حريصين هو واني حريصين جدا على ان نكمل هذه المنشآت لان هاي المنشآت اذا يعني من ما يصير تبقى واقف العمل ان شاء الله تنزل لا ان شاء الله فلوس مصروفه موجوده بالبنك يعني فلوس صار لها تقريبا فوق السبع سنين موجوده بالبنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المنتخب شلون ينبني ان شاء الله انحل تدللون تدللون المنتخب شلون ينبني سياده الوزير اليوم سبت ان شاء الله يعني يوم الخميس نقدر نعطيك يعني والله ان شاء الله بأكد ان شاء الله من النار قبل الخميس يصير لقاء بيني وبين اخويا معالي وزير داخليه حتى بالشركه اريدك تجمعهم لا هو لا قبل هذا لازم انا متاكد الموافقات الاوليه موجوده من معالي الوزير انا نتامل بك وبالتالي ان شاء الله نقعد نحل الامر انا تكلمت حتى ويا الاخ رئيس النادي يوم الخميس وانه الوزير كان يعني احنا متواصلين بهذا الجانب انا ما بدي اتكلم زياده بهذا الامر لكن ان شاء الله تنحل المشكله وما يصير خاطر كم اي والله كاتشو خلي لك بصمه بنادي الشرطه ما دخلت حلت مشكله الوزاره بس اريدك تقرا من تدخل الوزاره هو باسم جمهور نادي الشرطه مطالبه بما يعبر زياده الوزير على الله وعليك ما عندنا غير ما حلس مشكلة الزوراء والله واسمك ما تخسر اكيد واحنا كجمهور الشرطة ما ننسى الوقف وباب الملعب يبقى اسمك واسمك راح يندق بملعب الشرطة كابتن انتو نادي الشرطة كل الاندية العراقية كل جمهور الرياضية على راسك بارك الله فيك بارك الله الناس انت اشتغلت لهم احنا ما تريد وزير شباب الرياضة واحنا شباب واحنا رياضة اليوم جاي كل الاندية من عيوني تدلل انت ما تقصر ان شاء الله تدلل وانا كملت تجمعنا وراح شكرا على جيتكم المهمه اتمنى شكرا على طلعتك انه باكر تروح المباراه اريدها تصير بافضل شكل زين موفقين ان شاء الله شكرا ان شاء الله شكرا ان شاء الله شكرا ان شاء الله شكرا ان شاء الله عدنان عدنان يبقى في القلوب عدنان 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 يلا المشكلة عدنان 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 حل المشكلة عدنان 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 حل المشكلة عدنان عدنان عليكم
ابو حيدر شلونك؟ جمهور الشرطه يتامل بك الخير. واحنا داعمينك واقفين وياك. احنا شنو نقول السيد عدنان درجات؟ يلا يلا. بس واحده الف. حلوه حلوه حلوه. راحت راحت حلوه راحت. قلوا له قلوا له. بس توم. هذا ابو حيدر الغيره. وزير الداخليه وزير الداخليه يستحق كل شيء. ويا وين راح؟ لا 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 يا اللي رايح الدرجال مر للوزاره يا رايح الدرجال مر للوزاره قل له هذا الملعب شنو اخباره لا 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 تاهت علينا فلوس ما ندري بيه تاهت علينا فلوس ما ندري بيه الله هذا عباس ياسر كيف حيدر مش عارف